لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وخدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله ملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في الخواطر الإيمانية ووقفنا عند الخاطرة 43، وهي بعنوان من هم الغرباء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وطوبى شجرة في الجنة، يسير الجواد المدمر، مدمر يعني اللي اتعملت له تدريبات يعني على القتال، يحبسه الفرس ويعلفه ثم يجري يعني فترة فيعرق ثم يحبسه مرة ثانية على الطعام والشراب حتى يقوى على الإيه على الكر والفر يعني. فطوبى شجرة في الجنة يسير الجواد المدمر تحتها 100 سنة لا يقطعها. فمن هم الغرباء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الروايات في غير الصحيح، هذا الحديث في صحيح مسلم، قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل، يعني من قبيل الرجل والرجلين. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون أفسد الناس بعدي من سنتي. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الفرارون بدينهم من الفتن يبعثهم الله مع عيسى ابن مريم. في شك أن الغرباء يعني هم أهل السنة والجماعة، يعني كان فسر العلماء يعني هذا الحديث الإمام الأوزاعي لما سئل عن هذا الحديث قال أما إنه ليذهب الإسلام ولكن يقل أهل السنة والجماعة حتى لا يبقى منهم في البلد إلا الرجل والرجلين. فده تفسير الإمام الأوزاعي من طبقة أتباع التابعين، طبقة الإمام مالك وسفيانين، فيقول أنها يقل أهل السنة والجماعة. أنا قلت في خاطرة سابقة أن عدد المسلمين 7 مليار، هذا سبق لسان، يعني هو العالم كله 7 مليار وعدد المسلمين 1,700,000,000، ربع العالم يعني تقريبا. فالمسلمون يعني مليار يعني 1,000,000,000، 1,700,000,000. طبعا يعني كان فيهم يعني من الصوفية ومن الشيعة ومن الخوارج ومن أصحاب الشهوات ومن الذين، لأن أهل السنة هم الذين يعني نجوا من فتنة الشبهات والشهوات. يعني لما كاد الشيطان أمة الإسلام كادها من جهة الشبهات، الشبهة هي فساد التصور والفكر والمعتقد، وكادها من جهة الشهوات اتباع هوى النفس، زي الوقوع في السرقة، شرب الخمر، أكل أموال الناس بالباطل. فمنهم من أجابوا في الشبهات ومنهم من أجابوا في الشهوات، وبقيت طائفة يسيرة
وهم أهل السنة والجماعة، كما قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، الذين لم يذهبوا مع أهل إطراف إطرافهم، إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشهوات، ولا مع أهل البدع في بدعهم، إشارة إلى سلامتهم من فتنة الشبهات، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فضلهم. فهؤلاء أهل السنة الذين نجوا من الشبهات ومن الشهوات وحافظوا على العقيدة الصحيحة. والسنة يعني هي منهج متكامل، يعني ليست مجرد العقيدة أو الهدي الظاهر. ولذلك الفضيل بن عياض يقول: فإن الأكل من الحلال من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. كنش واحد من أهل السنة يأكل أموال الناس بالباطل أو يتعامل بالربا مثلا، يقول: فإن الأكل من الحلال من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. فالمراد بالغرباء هنا الذين سلموا من الشبهات ومن الشهوات، وهؤلاء في الشك قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضروه من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأيضا حديث افتراق الأمة قال: واستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قال: من هم؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. ورواية الجماعة رواية مجملة، أي جماعة في أي مكان وفي أي زمان تفسرها الرواية الأخرى الحديث. قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى الجماعة المراد الجماعة الأولى جماعة الصحابة، ومن كان على شاكلة يعني هذه الجماعة عبر القرون والأجيال، فهؤلاء هم الغرباء وهم الفرقة الناجية وهم الطائفة الظاهرة. هؤلاء الغرباء ينقسمون إلى قسمين، أحدهم أشرف من الآخر. القسم الأول: من يحافظ على السنة في خاصة نفسه، قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني هو محافظ على السنة وعلى العبادات وسلم من الشبهات والشهوات. وأشار إلى ذلك أيضا قوله: فرروا بدينهم من الفتن. وهناك طائفة أخرى هي أشرف من هذه الطائفة الأولى، وهم الذين يحافظون على السنة ويدعون إلى السنة، وإليهم الإشارة بقوله في رواية الحديث: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. والرواية الأخرى أيضا: ناس صالحون قليل في وسط ناس سوء كثيرين، من يعصاهم أكثر ممن يطيعهم. فهذا أشرف القسمين، لأنهم الذين حملوا يعني عبء الذب عن السنة والمدافعة عن السنة والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتصدي لأهل البدع. الخاطرة الرابعة والأربعون، وهي بعنوان قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما ذكر الله عز وجل إبراهيم إلا وأثنى عليه يعني بأحسن الثناء: وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. وهذه الآيات: إن إبراهيم كان أمة، قيل أمة قدوة، وقيل أمة إماما، كان إماما في الخير، وقيل أمة يعني تجمعت في إبراهيم عليه السلام كمالات لا توجد إلا في أمة بأسرها، فكأنه وحده أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا، القانت المداوم على الطاعة، قانتا لله حنيفا، الحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد بل هو إمام الحنفاء، شاكرا لأنعمه مدحاه بالشكر، اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة، الذكر الحسن والثناء. والله عز وجل ما بعث نبيا بعد إبراهيم إلا هو من ذريته، واجتمع معه في هذا الشرف نوح عليه السلام. بس نوح أتى اتفاقا، لأن من كان معه في السفينة من المؤمنين لم يعقب، فما بقي لآدم ذرية إلا من جهة نوح عليه السلام. فنوح يعتبر أبو البشرية الثاني بعد أبيها آدم، فبالتالي يعني كل الأنبياء بعد نوح من ذريته، وكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. أن إبراهيم ولد له ذكران عظيمان،
ولد له إسحاق من سارة اللي هي الزوجة، وإسماعيل من هاجر لأم الولد، وكان من إسحاق يعقوب، ومن يعقوب كل أنبياء بني إسرائيل، فموسى وعيسى وأيوب ويونس وداود وسليمان، كل هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل ومن ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. والفرع الثاني الغصن الثاني المنيف غصن إسماعيل لم يكن منه إلا يعني خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. كل الملل تتمسح في إبراهيم وتزعم أن إبراهيم كان منهم، لا يدل على شرف إبراهيم. فاليهود يقولون كان إبراهيم يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، وهذا من الجهل، لأن يعني موسى وعيسى كانوا بعد إبراهيم، فكيف يكون هو يعني تبع يعني أتباع موسى أو تبع أتباع يعني عيسى؟ فلذلك يعني قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم والله يعلم أنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فلشرف إبراهيم كانت كل يعني كل الملل تتمسح فيه وتزعم أنه منهم. طبعا إبراهيم عليه السلام له تجسيفات كثيرة جدا، من أنه أمر بذبح ولده فهم بذبح ولده وهو إسماعيل، أول من بنى الكعبة، ولذلك ابن كثير يقول: ولم يرد في خبر صحيح عن معصوم أن الكعبة كانت موجودة يعني قبل إبراهيم، فهو بناها هو ولده إسماعيل. ومن ذلك أنه يعني أذن في الناس بالحج، وأنه ترك يعني أم ولده وولده إسماعيل يعني بوادي غير ذي زرع، ومن ذلك أنه ألقي في النار، وقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فله تجسيفات يعني كثيرة يعني جدا، ولذلك يعني نحن نعتقد أن أفضل الأنبياء بعد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم، هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور. فلذلك نحن نصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آل محمد، ونصلي ونسلم ونبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الصلاة. الخاطرة الخامسة والأربعون: كلما أكثر العبد من الشهوات كلما أخلد إلى الأرض وضاق صدره، وكلما قلل من الشهوات وأكثر من الطاعات كلما حلق في السماء واتسع قلبه. بنلاحظ دائما أوقات العبادات اللي فيها رقي إيماني وفيها ارتفاع من الإيمان للتقوى، فيها تجد فيها بعد عن الشهوات حتى المباحة في غير أوقات، يعني مثلا في الصيام ممنوع من الطعام والشراب والشهوة، أشياء كلها أرضية. في الاعتكاف: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا يجوز الإنسان أن يباشر يعني زوجته وهو معتكف. في الحج يعني أكبر محظورات الحج جماع الزوجة، اللي جامع زوجته في الحج بيبطل حجه، وعليه بدنة يعني ناقة أو جمل، وواجب عليه يكمل هذا الحج الفاسد، وعليه أن يحج من قابل وأن يفرق بينه وبين زوجته لو كانت معه في الإيه في الحج. فتلاحظ دائما أوقات العبادات بيبقى فيها بعد عن الأشياء الأرضية، يعني ليه؟ لأن الإنسان عبارة عن جسد وروح، فغذاء الجسد من الأرض وغذاء الروح من السماء، فما بيقلل من أغذية الأشياء الأرضية بيحلق في الإيه في السماء. بعض البلاد زي النرويج وسويسرا والسويد والبلاد اللي في شمال أوروبا يعني أعلى بلاد في الرقي الاقتصادي وأعلى دخل فرد في العالم في هذه البلاد، ومع ذلك أكثر نسبة للانتحار في هذه البلاد، مع أنهم عندهم الشهوات يعني كثيرة جدا والمستوى المادي مرتفع جدا. يعني حتى بيقولوا يفتحوا الحنفية تنزل حليب، يعني بيوصل لهم الحليب في البيوت زي الغاز عندنا وزي المية.
فمع ذلك أعلى نسبة انتحار. ليه؟ لأنهم ما أعطوا الجسد كل شيء وفي خواء في الروح، والانتحار ده أكبر علامة للشقاء. الإنسان يعني بيظن هو يعني مش هيكون أشقى من الحال الذي هو فيه، فلذلك بيقدم على الانتحار والعياذ بالله حتى يتخلص من هذه الحياة التي يعيشها، وكالمستجير من الرمضاء بالنار ينتقل من عذاب الدنيا لعذاب الآخرة والعياذ بالله. فنقول إن العبادات يعني دائما بيبقى فيها بعد عن الشهوات، لأن الإيه لابد أن تأخذ يعني فيها غذاء للروح وبعد عن الأغذية الأرضية. الخاطرة السادسة والأربعون التحقير والتعظيم أمر نسبي يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وسيدنا أنس بيقول للتابعين، يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قول تعظيم يعني العظيم تقوى الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة يعني سبقوا الأمة بالأحوال الإيمانية، يعني كان في التابعين من هو أكثر منهم عملا، كما قال يعني ابن مسعود للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. ولذلك لم ترى آيات البذل والتضحية في جيل من أجيال الأمة كما وجد في الجيل الأول. يعني كان في التابعين عباد وزهاد، عبادات وحج وعمرة وأذكار، ولكن لم توجد آيات البذل كما وجد في الجيل الأول. نشوف مثلا البراء ابن مالك أخو أنس ابن مالك في يعني معركة اليمامة مع المرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب، لما دخل المرتدون الحديقة وأغلقوا عليهم الباب، فطلب البراء ابن مالك من أصحابه أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على أسنة الرماح وأن يلقوه عليهم من فوق سور الحديقة من أجل أن ينزل يقاتلهم وحده. ومش هيقاتل الجيش عادي، يعني الله عز وجل قال قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون أو يسلمون. فالمفسرون مجمعون على أن المراد بهم مرتدين من أتباع بني حنيفة، ويقاتلهم هذا الصحابي وحده حتى يفتح يعني باب الحديقة فيدخل المسلمون يعني من باب الحديقة يقاتلون في المرتدين حتى يخلصوا إلى مسيلمة الكذاب فيقتلوه. فلا يمكن أن توجد يعني هذه البطولة مثلا أو البذل والتضحية في جيل من أجيال الأمة بعد الجيل الأول. طبعا الصحابة يعني شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه، وكان يفيض عليهم مما أفاض الله عز وجل على قلبه، وشاركوا في الغزوات، كان القرآن ينزل بين ظهرانيهم، فلذلك تميزوا الأحوال الإيمانية العظيمة جدا. ولذلك يقول أنس للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر، أعمال بسيطة جدا، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. وذكر الإمام البخاري تعليقا مجزوما به في الصحيح إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بها كذا فطار. يعني اللي عنده إيمان يعني قوي بيرى الذنوب يعني كأنه في أصل جبل، ما قالش شجرة ولا بيت، لأنه ممكن واحد يقع عليه شجرة وما يموتش، أو يقع عليه بيت ويظل حيا، ولكن اللي وقع عليه جبل ما فيش أي احتمال للنجاة. فالمؤمن يرى ذنوبه لأنه يعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله، يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بها كذا فطار. فده يدل على أن أمر التحقير والتعظيم يعني أمر نسبي، والصحابة اللي هم يعني أبر الأمة قلوبا لما تناقلوا حديث الإفك عاتبهم الله عز وجل بقوله يتلقونه بألسنتكم، فالواحد يتلقى بأذنه ثم يتكلم بلسانه، ولكن لسرعة نقل الكلام كأنهم تلقوا بألسنتهم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
فنقول أمر التحقير والتعظيم يعني أمر إيه؟ أمر نسبي. آخر خاطرة في الدرس، أكثر فساد القلب من تخليط العين، بيقولوا يعني أوسع طريق يعني بين العين وبين القلب. قال الإمام ابن الجوزي أكثر فساد القلب من تخليط العين، ما دام باب العين موثقا بالغض فالقلب سليم من آفة، فإذا فتح الباب طار طائر وربما لم يعد. يا متصرفين في إطلاق الأبصار، جاء توقيع العزل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إطلاق البصر ينخش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة المحبة، وما يرضى المعبود بمزاحمة الأصنام. يعني هي النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له طوقه، إنه يأتيك بالعطب. فكأن الناظر بيرمي بسهام غرضها قلبه، هو يرمي نفسه بسهام. كما قال بعضهم: ما زلت تتبع نظرة في نظرة، في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك، وهو في التحقيق تجريح على تجريح. فقتلت قلبك بالحاض وبالبكى، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. فساد إذا فسدت العين فسد القلب. وإذا سمح الإنسان للسهم المسموم أن يدخل في قلبه، فالشيطان يدخل خلف السهم المسموم أسرع من دخول الهواء إلى المكان الخالي، من أجل أن يزين صورة المنظور ويجعله صنما يعكف عليه القلب، ثم يوقد يعني نيران الشهوة، ثم يعني قد يوقع العبد بعد ذلك في الفاحشة. ولذلك يقول: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الناس موقوف على خطر، يسر مخلته مضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وقد يقع في العشق، وهو كما قال علي بن أبي طالب: داء بلا عوض. سينظر لامرأة مثلا فيقع في داء العشق. وما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند التلاقي، وتسخن عينه عند الفراق. فنقول إن غض البصر يعني كما قال ابن القيم تعريف يعني شرع يعني متصور الأمر، يقول: إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب، في حربة، فاستتر منها بحجاب قل للمؤمنين يعني يغضوا من أبصارهم، فقد سلمت من الأثر، وكفى الله المؤمنين القتال. لو غض بصره خلاص انتهى الأمر، لو أطلق بصره فينشغل القلب وتتحرك الشهوة، وقد يقع في الإيه في المعصية أو في الإيه في العشق. إطلاق البصر يخالف الشهامة والمروءة. فعنترة بن شداد يعني شاعر جاهلي لم يتشرف بالإسلام ولم يسمع قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومع ذلك يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني بيقول لما لو في فرصة مثلا هو يرى جارته مثلا من الشباك أو شيء، فكان يغض يعني طرفه إن بدت له جارته حتى يوري جارته إيه مأواها. فنقول حتى كن عنتريا، يعني إذا لم تأخذ بالإيه بالآيات والأحاديث يعني في المسألة، فهذا شاعر جاهلي ومع ذلك يعني يمدح نفسه بغض الإيه بغض البصر، إشارة إلى أن إطلاق البصر خلاف المروءة وخلاف الشهامة. طبعا هي مجرد يعني خواطر ومش موضوع متكامل، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في بعض الأسئلة
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.